السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة. و لاحظت ملاحظة أو ربما حتى غيري لاحظها، وقد لا تكون ملاحظة، الحقيقة فقط مجرد أمر ينتبه إليه ويتذكر الإنسان أنه حقيقة طبيعية. منهجية وتصرفات وطريقة وبناء وعلاقات ونظرة النظام الجديد في مصر هي نفس منهجية وتصرفات وبناء وهيكلية وعلاقات ابن سعود، ولكن في خلاف في التفاصيل وخلاف في التقديم وخلاف في الطريقة، خلاف في الطريقة التفصيلية وليس في أصل الفكرة. وليس غريب على يعني هذا التشابه، ليس غريب، يعني هذه الظروف والمبررات لوجود أنظمة وظيفية، أنظمة تخدم المشروع الغربي والإرادة الصهيونية هي واحدة. يعني ما دامت في نهاية المطاف مشروع أو مؤسسة سلطوية تخدم المشروع الغربي والإرادة الصهيونية، فلا استغراب في أن يكون هناك تشابه في تصرفات ومنهجية هذه الأنظمة. أعطيكم مثال، نبدأ بالحاجة بالأمور المركزية والجوهرية أو الاستراتيجية، ثم نعود إلى بعض التفاصيل. أولا، ما هو الهدف من السلطة؟ ما هو الغرض النهائي من السلطة؟ الغرض النهائي من السلطة هو تأمين مصالح الغرب ومن يهم الغرب، تأمين مصالح الغرب ومن يهم الغرب. وهذا هو دور النظام السعودي في أن يأمن مصالح أمريكا والغرب، ومصالح أمريكا والغرب الكبرى في بلادنا هي أولا التحكم بالنفط. وقلت لكم عدة مرات ليس الهدف هو شراء النفط بقيمة رخيصة، لا، التحكم بالنفط كمصدر للطاقة في هذه المنطقة، والتحكم بالنفط يؤدي إلى التحكم بالعالم. والهدف الثاني هو تأمين أمن إسرائيل، والهدف الثالث هو تحييد وتجميد الإسلام كقوة سياسية. لأن الإسلام ما هي مشكلة كفرد، ما هي مشكلة كنظام اجتماعي، أما كمؤسسة سياسية يمكن أن تعود إلى السلطة بمشروع سياسي لا يمكن أن تحتمل لا من الشرق ولا من الغرب من أي قوة علمانية أخرى. فالهدف في وجود آل سعود بالنسبة للغرب هو تحقيق هذه الأهداف الثلاثة. صحيح أن مسعود من أجل أن يبقى في السلطة بكامل امتيازاته يجب أن يحقق للغرب هذه الأهداف الثلاثة. نفس الشيء هذا النظام الجديد، المشروع الوظيفي الجديد في مصر، الوظيفي معناه يؤدي وظيفة، هو يؤمن أمن إسرائيل. التوازن الدولي الموجود في المنطقة يستدعي إبعاد الإسلام السياسي، ولذلك كان لابد من إيقاف عجلة الديمقراطية التي يمكن أن تأتي بالإسلام السياسي في مصر، وكان لابد من إيجاد أي مبرر. فالنظام الجديد في مصر، نظام السيسي، نظام وظيفي يخدم إرادة أمريكا وإسرائيل مثلما النظام السعودي يخدم إرادة أمريكا وإسرائيل، ولكن مع تفصيل في الأهداف. يعني الحكومة السعودية عندها قضية النفط مهمة جدا للغرب، الحكومة المصرية عندها قضية إسرائيل مقدمة، وكذلك تحييد الإسلام السياسي. الإسلام السياسي خطر كبير في مصر على إسرائيل وعلى أمريكا وعلى دول الغرب، ولكن لابد من إبعاد الإسلام السياسي عن السلطة بأي وسيلة كانت. فهذا هذا التشابه الأول في مبرر وجود هذه السلطة، في الهدف من هذه السلطة. من ضمن الأسباب الأخرى هو شرعية الكذب، شرعية النفاق، شرعية الدجل. النظام عندنا يدعي الدين ويدعي العدل ويدعي الشورى، ولكنه ليس عنده ما يثبت أنه عادل، ولا ما يثبت أنه يقوم بالدين، ولا ما يثبت أنه يقوم بالشورى. فلا بد من تحقيق هذا، لا بد من إتمام عملية الكذب، لا بد من السيطرة على الإعلام، ولا بد من قمع المخالفين. ونفس الشيء النظام الجديد في مصر يدعي الديمقراطية ويدعي العدل ويدعي الالتزام بالقضاء، ويدعي أنه لا يعمل أمرا إلا باحترام الشعب واحترام حقوق الإنسان واستجابة للشعب. والحقيقة أنه بالعكس، أنه أعدى أعداء
دعك من الدين، هذا من أعداء الحرية والديمقراطية، هذا فضلا عن أنه عدو للدين، فهو عدو للديمقراطية، عدو للحرية، وعدو لحقوق الإنسان، وعدو للعدالة، ولكنه يتبجح بها مثل ما يتبجح النظام عندنا بأمور يدعيها. هذا القدرة على الادعاء والقدرة على الكذب ليست موجودة في كل الأنظمة. يعني النظام العراقي مثلا ما ادعى تطبيق الشرع ولا ادعى العدالة ولا شيء، خلاص اللي يخالف الذي يخالفنا في أيام صدام نقضي عليه، ما عنده إشكالية في أنه يتحدى. لكن النظام السعودي والنظام المصري لا يستطيع أن يقول والله إحنا نحن جئنا بالقمع، جئنا بالدم، جئنا بالقتل، والذي يخالفنا نقضي عليه. لا، النظام في مصر يدعي العدالة، يدعي الديمقراطية، يدعي الاستجابة للشعب، يدعي الالتزام بالقضاء مع أنه ألغى الدستور، ويروج نفسه بهذه الأمور، وهو يعلم أنه كذاب، وهو يعلم أن الناس يعلمون أنه كذاب، لكنه لا يستطيع أن يعترف بمثل هذا بمثل هذه الحقائق. هو يزعم تلك المزاعم حتى يتعيش على النفاق والكذب، مثلما يتعيش نظامنا على النفاق والكذب. كيف يمكن أن يتم هذا الكذب بجدارة؟ السيطرة على الإعلام، مثلما يسيطر ابن سعود على الإعلام المحلي والعالمي لحمايته واحتكار الرأي واحتكار المعلومة واحتكار التوجيه، النظام الجديد في مصر نفس الشيء. أول خطوة عملها أنه أوقف القنوات الأخرى، القنوات المخالفة، ثم اعتقل الصحفيين والمفكرين وغيرهم، ثم شوش على الجزيرة، وشوش على الحوار، وشوش على قنوات أخرى، حتى لا يوجد إلا صوت واحد، حتى يضلل الشعب بالكذب وبالتضليل. ما في بديل، ليس عندك خيار إلا أن تصدق ما يطرح عليك. نفس الشيء عندنا، لدينا نحن إمبراطورية من القنوات والصحف والمجلات والإذاعات ووسائل الإعلام. يعني وصل الحد إلى أنه حتى طارق سودان بين قوسين المتحرر الإسلامي الليبرالي المعتدل الوسطي طرد بطريقة وقعة من أجل أن يبقى يتسق الإعلام مع هذا التوجه الجديد. فإذا ابن سعود يحتكر الإعلام، يحتكره من زمان، من 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 منذ أن نشأت الدولة. ثم حينما انبعث الإعلام الفضائي، بادر النظام بإنشاء الفضائيات قبل الدول الأخرى، واحتكر الإعلام العربي كله تقريبا، ثم أرسل الصحف للخارج، الشرق الأوسط والحياة، أو حتى قبل البث الفضائي، فاحتكر حتى الإعلام الخارجي وحارب الصحف والقنوات الأخرى. يعني مثل صحيفة القدس حوربت وحوصرت بشكل كبير حتى لا يتصل إلى الناس. وقناة الجزيرة قبل أن تحارب من قبل النظام الجديد في مصر، هي حوربت من قبل السعودية بشكل عنيف، وبقيت الوحيدة التي تقدم صوتا وصورة مخالفة. فإذا من أجل أن ينجح الكذب والتضليل والنفاق، لابد من احتكار الإعلام، لابد من احتكار المعلومة، ما يكفي، لابد من قمع المخالف. وهذا القمع يعني على قدر الحاجة. إذا كانت الحاجة تقتضي شيء من الهدوء وشيء من التحمل المخالف إلى أن تتوفر الفرصة، نسمح بهذا المخالف لأنه لا يشكل خطر. أما إذا أصبح يشكل خطر، الخطر ليس خطر عنف ولا خطر استخدام قوة، لا، خطر شعبي، خطر قناعة، خطر تحريك الجماهير ضد، لا لا لا، لا توجد احتياطات ولا محاذير. النظام المصري استخدم الرصاص الحي وقتل الناس قتلا مريعا، وقتلهم حتى في السجون. والنظام السعودي لم، يعني رغم زعمه الدين، سجن المشايخ، من أفضل مشايخ، من أفضل أهل الأرض، من أعلم أهل الأرض، لا نعلم كانوا أفضل الناس ولا لا، لكنهم أعلم أهل الأرض، وفي مقدمة المسجونين الآن مشايخ ومثقفين ومخلصين، وناس نحسبهم الله حسبهم من أحرص الناس على إصلاح بلاد الحرمين، في مقدمة مسعود الهاشمي وخالد الراشد، وقبل أن يطلق سراح الشيخ العلوان. هؤلاء كانوا هم من ضمن كوكبة عظيمة مسجونة في بلاد الحرمين، ما هم ابن سعود. حتى هؤلاء
المحترمين الشخصيات العظيمة تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للإذاء وتعرضوا للمضايقة، بل غيرهم كثير تعرضوا للتعذيب. ولا هام ابن سعود، ما يهمه، لا يهمه إذا كان يعتقد أن من مصلحة بقائه في الحكم بامتيازاته الخرافية، بخدمته للغرب، بتأمينه مصالح أمريكا، أن يفعل هذه الأمور. نفس الشيء النظام المصري، النظام المصري استدعت هذه المرحلة أن يقتل، أن يقتل بالشارع قنصا، واستدعت أن يقتل السجناء، واستدعت أن يعذب مستعجل في التعذيب، واستدعت أن يمارس كل الممارسات التي فيها هذا القمع القبيح. فإذا القمع واحتكار الإعلام والكذب والسلطة الموجهة لخدمة الغرب. ماذا بعد؟ استخدام العلماء. النظام السعودي استخدم هيئة كبار العلماء، استخدمها سابقا واستخدمها عدة مرات سابقا واستخدمها لاحقا ويستخدمها اليوم. يعني الآن بعد هذه الأحداث توقع الناس أنه إن لم يقولوا كلاما فيه شيء من المجاملة علماءنا أنهم على الأقل يكفوا لسانهم. وإذا بنا اليوم نقرأ كلام الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان يشتمون حركة الأخوان ويكادون يكفرونها. طيب أنت الآن يعني حتى لو كانت حركة الأخوان عليها ما عليها، طيب في نهاية المطاف يا أفضل، يا أفضل بين يعني بينك وبين الله، يا أفضل كأمانة أمام الله سبحانه وتعالى، يا أفضل هم ولا السيسي؟ هم ولا الحركات الموجودة، حركة التمرد وحركة جبهة الإنقاذ الذين قادوا هذا الانقلاب؟ هل مارس الأخوان هذا القتل وهذا القمع على افتراض، على افتراض أن القضية قضية أخوان، مع القضية ليست قضية أخوان، هل مارسوا القتل والقمع والإيذاء وإلى آخره وإبعاد الدين والجرأة على الدين التي حصلت وتحصل الآن من قبل هذا النظام؟ هل حصل حرق المساجد وقتل الناس داخل المساجد وانتهاك حرمة المساجد واعتقال النساء وانتهاك أعراضهم؟ هل حصل هذا من قبل الأخوان؟ يعني ألا تخجلون؟ فإذا هذا الاستخدام القبيح للعلماء أسلوب مستبر من قبل ابن سعود، بل هو بالعكس أساس مركزي في استخدام في سياسة ابن سعود. لم يكن هذا النظام، أنا هذه طريقة يعني قوية ومركزية عند المصريين، ولكن هذا النظام الجديد احتاجهم، احتاج العلماء، وأتى بعلي جمعة وأتى بشيخ الأزهر حتى يقفوا معه. أول ما وقف شيخ الأزهر وبرر الانقلاب، ثم برر كذلك المذابح. واليوم أقرأ علي جمعة المفتي السابق ساهم في الإفتاء للضباط بأن يقتلوا الإخوان، يقتلون بل يقنصونهم قنصا. يقال في بعض الصحف أن أحد الضباط اعترف بأنه قتل بنفسه 80 شخص بناء على فتوى علي جمعة. فإذا الاتكاء على العلماء الخونة، العلماء الذين لديهم استعداد كامل أن يرضوا الحاكم، يبيعون رضا الله برضا الحاكم والعياذ بالله. فإذا هذا التشابه الرابع أو الخامس فيما بينهم. من ضمن التشابه اختلاق القصص، يعني ما يكتفون بمجرد كذب التعليق على حادثة معينة، لا، هناك اختلاق كامل لقصص من البداية حتى يبرر فيها عمل معين. اختلاق وجود أسلحة في رابعة، وجود تعذيب، وجود مدري إيش، كم من قصة سمعناها وسمعناها عن التيارات الجهادية وعن سعود الهاشمي وعن الشيخ العلوان وغيره حتى يبرر اعتقالهم ويبرر بقائهم في السجون. فإذا تشابه آخر في اختلاق، من يكذبهم إذا كان بيدهم الإعلام كاملا وليس هناك صوت آخر بديل وهناك تواطؤ؟ أنتم لو ترصدون الآن البي بي سي وفرانس 24 والقنوات الأمريكية، ما فيها، حتى العربية بالذات ما فيها أي تعاطف مع وجهة نظر المخالفة للانقلاب، بالعكس تكاد تكون نسخة مما يقوله الانقلابيون. فإذا كان حتى الإعلام الغربي مستعد لأن يعطيك دعما مهنيا يتقمص دور المهنية، فما هي مشكلتك؟ اكذب كما تريد. يعني من ضمن التشابه، أشكال التشابه، استخدام القضاء. النظام السعودي يستخدم القضاء بأريحية وبدون مشاكل، لأن القضاء أصلا لا يعين قاضي إلا برضا الملك أو برضا أمير المنطقة،
وبسهوله النظام السعودي انشأ مجموعه المحاكم الجزائيه المختصه، ويكلفهم تكليفا ان هذا 6 شهور، هذا سنه، هذا 10 سنين، هذا 30 سنه. تصور الشيخ الهاشمي يحكم ب30 سنه، تصور يعني، تصور الشيخ العلوان يسجن 9 سنوات ثم يحاكم، يعني باي منطق، باي دين يحاكم بعد 9 سنوات؟ ما في، لم تحصل في التاريخ. والشرع بالذات، الشرع بالذات قوي جدا، الشرع الاسلامي قوي جدا في انه لا عقوبه، لا محاكمه بعد عقوبه. فاذا استخدام القضاء عند ابن سعود هذا دارج من زمان، والتلاعب بالقضاء عادي، لكن المصريين، لكننا توقعنا بعد عراقة القضاء المصري أنه لا يمكن استخدامه بهذه الطريقة. وإذا بالقضاء يتحول إلى العوبة أسوأ من النظام السعودي. هذه التهم التي توجه إلى مرسي وإلى صلاح شيخ حزم بصلاح إسماعيل وإلى خيرة الشاطر وإلى فلان وفلان، وكل ما طلع واحد قال كلمتين وجه، حتى البرادعي وجهوا له تهمة سموها خيانة الأمانة، حتى البرادعي، حتى صاحبهم لم يتأخروا في توجيه تهمة له باسم خيانة الأمانة. قضاء مضحك، قضاء خادم للقمع والقتل والطغيان والعياذ بالله، خادم لابن سعود هنا ومضحك وليس له علاقة بالشرع ولا بالدين، وهذاك القضاء مضحك وليس له علاقة بالقانون ولا بحقوق الإنسان ولا بالعدالة والعياذ بالله. فإذا هذا تشابه آخر بين الجهتين. من ضمنها كذلك في نفس السياق غير زعم الالتزام بالدين، يعني ابن سعود يدعي التزام الدين والشورى الأخرين، لا، كذلك يزعم النظام عندنا أنه ملتزم، عنده أنظمة لا يخالفه، والله فلان اعتقل، فلان صدرت أمواله، فلان كذا، حتى تبعا للنظام. نفس الشيء يعني النظام المصري نفس الشيء، ما يقول احنا اخذناها قمعا ولا اعتقلناها قمعا، لا لا، حسب النظام، حسب النظام، وكل حاجه ماشيه حسب النظام. ما لم نقترف، لم نقم باجراء مخالف للنظام ابدا. من ضمن كذلك اوجه التشابه ادعاء احترام راي الشعب. مسعود يقول احنا صحيح احنا ما عندنا ديمقراطيه بالطريقه الغربيه، لكن عندنا المجالس المفتوحه، عندنا نستمع راي العلماء، نستمع راي شيوخ القبائل، نستمع راي المستشارين، واي واحد ممكن، اي مواطن يمكن يكتب لنا برقيه، يمكن يكتب لنا راي، يجي يكلمنا في المناسبات، ولا وسنستمع اليه ونهتم به، ولا نخرج عن راي الشعب. وهؤلاء الانقلابيون القتلة يقولك والله حنا أصلا لم نتحرك إلا استجابة للشعب، إلا التجمع الأول، ولم نقمع ولم نفضل الاعتصامات إلا استجابة للتفويض الذي أعطينا بعد ذلك. ولا يزال، لا يزال ما يتكلم إلا بألفاظ الديمقراطية وألفاظ الحرية وألفاظ أساس هم حماة الديمقراطية وهم حماة الحرية وهم حماة العدالة. من ضمن التشابه التضايق من صحوة الشعوب. هؤلاء عندنا تضايقوا يعني من زمان، من قبل أن يأتي السيسي، قبل أن يأتي السيسي هم تضايقوا مما حصل في تونس ومن ليبيا ومن سوريا ومن غيرها. وهؤلاء تو بادي السيسي وإذا به يصافح ويتآمر علنا وبكل فخر مع النظام السعودي والإماراتي وغيرها من الأنظمة، ويتضايق من تركيا، ويتضايق من تونس، ويتضايق من ليبيا لأنها لم تكن على مرأي، ويتضايق حتى من اتحاد الأمم الأفريقية لأنها لم توافق هذا التوجه. من ضمنها كذلك، وهذه يعني ملاحظة دقيقة، التفاهم والاعتماد على العلمانيين والليبراليين والمتطرفين منهم. يعني هناك بعض العلمانيين والليبراليين لديهم شيء من الإنسانية، نأوا بنفسه من هذه الأمور، مثل أيمن نور، يعني ما هو إسلامي لكنه استحى، خجل أن يحسب على مثل هذه التصرفات القميئة القبيحة، يعني ولا يحب الأخوان ولا يتمنى الأخوان التمكين، لكنه في وقت مبكر نأى بنفسه عن هذه المذابح. لا، إنما الأغلبية من التيارات العلمانية والليبرالية هم من المتطرفين المتشبثين عقديا بمبادئهم، والذين يتضايقون من الإسلاميين. ابن سعود يحتويهم ويعتمد عليهم ويكرمهم ويحميهم ويعطيهم المسؤولية
ويثق بهم من خلف من يزعم منهم العلماء، يعني هو يدعي أمام الجمهور والله أنه أكرم العلماء وزار العلماء حب رأس العالم فلان وكذا إلى آخره، ولكنه في الحقيقة يعتمد على العلماني والبرايين. أما النظام المصري ما هو بحاجة، لأن ليس بحاجة إلى أن يتشدق باحترام العلماء، هو العلمانيون والبرايين عنده هم الأساس وهم المسؤولون ولهم الحق أن يتكلموا علنا بمحاربة الإسلام. وذلك الآن لما صار الانقلاب في مصر، العلمانيون في بلادنا والليبراليون تكلموا علنا ومسكوا طوابير حتى يكتبوا المقالات ويدبجوا الثناء على الانقلاب ويهاجموا الإخوان والقوى الإسلامية في مصر. شوف قائمة الكتابات في كتبنا في صحفنا، عدد هائل من المقالات التي تهاجم الإخوان وتدافع عن الانقلاب في مصر. طبعا قد يقول قائل لا هذول لا علمانيون هذول مصلحيين، صحيح أنه في عدد كبير مصلحيين إسلاميين ليبراليين، لكن هؤلاء ليس لهم قيمة، لا ليس لهم قيمة عقدية لا إسلاميا ولا ليبراليا، لكن هناك عدد كبير من العلمانيين العقائديين الذين يؤمنون بفكرهم الليبرالي والعقائدي مسرورون سرورا حقيقيا، يعني حتى لو لم يعطى ولا ريال على مقالاته هو فعلا يخدم هذه القضية. وافتح على موقع العربية وانظر كمية المقالات التي كتبت في الهجوم على الإخوان وفي الدفاع عن الانقلاب. هذا هذه مجموعة من الملاحظات والأوجه التشابه بين النظام السعودي وهذا النظام الجديد الذي نشأ في مصر، وهذا التشابه قد تجده طبعا في أنظمة أخرى، ولكن لأنه نظام وظيفي وقد أوجد من أجل تحقيق وظيفة معينة وهي الدفاع عن إسرائيل وتنفيذ المشروع الغربي، أصبح التشابه قريب وله ظواهر كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا كان عن التشابه في بين النظام السعودي والنظام الجديد في مصر. الذين تابعوني في الأيام الماضية أود أن أقدم لهم ملخص، اليوم نشرته في التويتر، ملخص لمجمل ما قلته حول القضية المصرية والقضية وموقف آل سعود منها. قلت الإسلام في مصر له امتداد شعبي وقبول واسع يمكنه تلقائيا من السيطرة على البلد إذا توفرت له الحرية والعدالة وحق الاختيار وما يسمى بالديمقراطية. وقلت أن الإسلام السياسي إذا كان صادقا ونظيفا ومتكاملا ومنهجيا قائما على الشورى والمحاسبة والشفافية سوف يرفض من قبل أطراف كثيرة داخل مصر وخارجها. داخل مصر القوى العلمانية والتغريبية المتطرفة والجماعات القبطية الطائفية، طبعا هناك أقباط يعني راضون بقدرهم أنهم تحت سلطة مسلمين من زمان من أيام الحكم الإسلامي، لكن هناك أقباط متطرفين يتضايقون من أي طرح إسلامي، الجماعات القبطية الطائفية وفي الخارج إسرائيل والغرب القلق عليها وطغاة العرب وخاصة الخليج وخاصة آل سعود. وطغاة العرب يخيفهم الإسلام السياسي كما يخيفهم الربيع العربي. لماذا الربيع العربي يخيفهم؟ لأنه ينقل العدوى بالضرورة ويشكل خطرا على أنظمتهم، ولذلك من مصلحتهم إيقاف عجلة الربيع العربي. ناخذ مشاركة على السكايب وثم نعود إلى أكمال الملخص. الجنوبية تفضلي. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. تقبل منكم صالح الأعمال حياكم الله. تقف السعودية اليوم على رأس الدول وفي مقدمة الدول التي تحارب إرادة الشعب المصري وتحارب ثورته وتحاول إرجاع المنطقة بأسرها عقودا إلى الوراء، ولكن ذلك لن يكون، لأن في هذه المرة في جانب الحق وفي جانب المظلوم يعني جميع نقاط القوة، وأهم تلك النقاط هي أن الله عز وجل مع هذه الجموع ومع هؤلاء المظلومين ومع هؤلاء الشهداء ومع تلك الدماء. فنوصي أهل مصر بالثبات وبالصبر وبإذن الله تعالى العاقبة للمتقين.
فهذا الانقلاب إذا انهزم بإذن الله تعالى سيكون نصر للمنطقة بأسرها، يعني لشعب مصر وكذلك لشعب الجزيرة العربية والخليج العربي. أسأل الله تعالى أن ينصر المظلومين والمستضعفين في العالم الإسلامي. و آمين. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كنت أقرأ ملخص التغريدات أو التغريدات التي هي في ملخص ما قلته خلال الأيام الماضية حول الأوضاع في مصر وكذلك الموقف السعودي منها. قلت أن طغاة العرب يخيفهم من الإسلام السياسي كما يخيفهم من الربيع العربي، لأنه ينقل العدوى بالضرورة ويشكل خطرا على أنظمتهم، فمن مصلحتهم إيقاف عجلته، عجلة الربيع العربي. ولكن حتى دون هذه المبررات الإقليمية والعالمية ودون كيد الغرب وطغاة العرب، فالمواجهة الشاملة الناتجة من استقطاب اجتماعي سياسي، هذه المواجهة حتمية بسبب صراع الهوية. ومهما تلطف الإسلاميون فيستحيل الجمع بين العلمانية والإسلام كقوتين سياسيتين متوازيتين، فإما هيمنة الإسلام كمرجعية سياسية أو هيمنة العالمية. ما يصلح تكون المرجعية السياسية العليا إسلام والمرجعية السياسية العليا عالمية، ما يصير، إما الإسلام وإما العلمانية. وكما استشرفنا سابقا فقد لاذ العلمانيون حتى المخلصين منهم لثورة يناير بفلول الدكتاتورية وفلول الفساد، وحالفوهم ضد الخطر المشترك هو الإسلاميين، مو بس الإخوان، كل الإسلاميين، كل التيار الإسلامي. والسبب أن الإسلام، أن العلمانيين لا أمل لهم في امتداد شعبي يزيح الإسلاميين، والوسيلة الوحيدة في التمكين هي في الفلول المتجذرين فيما يسمى الدولة العميقة. ما يقدر العلماني ينافس الإسلامي في كسب الشعب وكسب المجتمع، فعنده ما عنده إلا الدولة، القوة، القوة، قوة السلطة. وكان لهذه، وبما أن الذي بيده أدوات السلطة والقوة هو الفلول، فلاذوا بالفلول. وكان لهذه المواجهة أن تحصل بطريقة تلقائية بصدام اجتماعي سياسي دون أن يقفز العلمانيون على السلطة بانقلاب عسكري وبمؤامرة قذرة. فما الذي حصل؟ ليش استعجلوا بهذه الطريقة؟ الذي حصل أن القوى الإقليمية والعالمية المتربصة رصدت استفادة الإسلامية من الحرية وشيء من النفوذ، فأدركت أن التأخر يجعل إجهاض المشروع مستحيلا. يعني صحيح أن مرسي ما سوى شيء للدولة العميقة، لكن الحرية قاعد تأتي بالمزيد والمزيد من الناس إلى الصف الإسلامي، فكان لابد من إجهاض هذا المشروع. وذلك استعجلت هذه القوى الصدام بالطريقة التي حصلت، مستفيدة من تماسك آثار النظام السابق في الداخلية وفي الجيش وفي القضاء وفي الإعلام، وجازفت بالنتيجة. يعني هو واضح أنه هذا الانقلاب قد يجر مصيبة على الغرب، لكنهم ما هم هذا الأمر. وذلك في أمريكا وأوروبا مشاركون في مؤامرة إبعاد الإسلام السياسي عن السلطة في مصر، ولا عبرة باحتجاجهم، فهو شكلي لفظي، وخلافهم مع السيسي ظاهري مؤقت. يقولك والله ما راح نبيع السيسي أدوات قمع، من قال أصلا هم يبيعون أدوات قمع؟ ما قاعد يبيعون أدوات قمع، هو محتاج أدوات قمع، محتاج رشاش عادي يذبح فيه الناس يعني، ما ودبابة تحمي ظهرهم بس. لكن السؤال المهم، لا قلت وقد جازف الغرب بالمواجهة حتى لو أدت لدماء وقمع وطغيان، على أن تتنصل مؤقتا إلى أن يستقر الأمر المستبدين وتعود العلاقات قوية كما كانت مع مبارك. يعني هم الآن يتنصلون من المسؤولية، راح يستقر الوضع بيد هكذا يظنون، طبعا هكذا يظنون، وشوي شوي شوي ترجع العلاقات، يقولك والله احنا نتعامل مع الذي بيده السلطة، ما علينا هذا ظالم ولا عادل، ما يهمنا. لكن السؤال المهم، هل يحقق الفلول وحلفائهم داخل مصر وخارجها مرادهم؟ الإجابة يمكن معرفتها من خلال فهم سنن الله الاجتماعية ومن استقراء تجارب الثورات الكبرى. الحقيقة الأولى أن انطلاق المواجهة بهذه الطريقة مهما بدأ ممكنا للطغيان وممكنا للفساد، فإنه خطوة ضرورية في تصفية الراية وتنقية الانتماء والهوية. بالعكس، هو مفيد حتى ينقي الراية، وحتى إذا عاد إن شاء الله الإسلام ما عاد في مجال لمجاملة هؤلاء. وقد دل على ذلك شواهد التاريخ ونصوص القرآن التي شددت على حتمية تنقية الصف وتصفية التركيبة الاجتماعية وتطهير النخبة من المعارضين لوجدان الأمة. الحقيقة الثانية أنه ما دام الزخم العام في وجدان الشعب ثوريا متدفقا رافضا للطغيان،
فلن يوقفه قتل ولا اعتقال ولا قمع ولا تحكم الإعلام والمعلومات. وقد أثبتت تجارب التاريخ أن السلطة التي تلجأ لقتل المعارضين جماعيا إنما تعترف بأنها عديمة الهيبة وعديمة المصداقية ومنزوعة الاحترام والقبول يعني لدى الشعب. ولذلك فإن أي سلطة تفقد مصداقية وهيبتها تنهار حتى لو بدت في البداية متماسكة وبدت متمكنة بالحديد والنار. بل أثبتت شواهد التاريخ أن انهيارها عادة ما يكون سريعا ودراماتيكيا. ما يمكن تبقي سلطة بالطريقة الشكلية بالحديد والنار، لا، بدون قبول وجداني من قبل الناس. وانهيار انقلاب حتمي سواء باستمرار المسيرات أو بعصيان مدني أو بشقاقات في الجيش أو بادلاع عمل مسلح يتعاطف معه الجمهور أو بانقلاب عسكري. اندلاع عمل مسلح يعني جهادي، لكن هذه المرة سيكون مقبول من قبل الجمهور لأنه الناس شافوا الجميع يقتل والجميع يعذب والجميع يهان، فلن يستغرب الناس أن تغضب لعرضك ولا تغضب لأخيك ولا تغضب لي، بل قد تحصل مفاجآت غير متوقعة من بينها تحولات إقليمية مثل تغيير في المملكة مثلا يقطع الدعم المادي عن النظام، وذلك بسقوط أنظمة خارجية لم يخطر في البال سقوطها. هذا عن مصر نفسها، فماذا عن موقف السعودي من الأحداث في مصر؟ قلنا إن الدعم السعودي للأنظمة القمعية التي تحارب الإسلام قديم ومتواصل، ولكنه كان يتم بالكتمان. هذه المرة أعلن بلغة قوية وتحدي واضح. فلماذا الإعلان؟ السبب هو لأجل أن يكون الدعم معنوي وسياسي عالي الصيت مطمئنا للشعب المصري بتدفق الأموال حتى لا تظهر المواقف العالمية، حتى لا تظهر المواقف العالمية النظام معزولا محاصرا أمام شعبه. ورغم أن نظام آل سعود مثقل بالمشاكل الداخلية ويواجه تململا متصاعدا في صفوف الشعب، فقد تجاهل كل ذلك وأعطى أولوية لدعم الانقلاب في مصر. وهذا الحماس من قبل النظام السعودي له سببان: الأول أن سياسته الخارجية قائمة على محاربة وإفشال أي مشروع لقيام دولة سنية تقدم نموذجا يفضح نفاق آل سعود، وهذا هو سبب دعم نظام الجزائر ضد جبهة الإنقاذ، ودعم قرنق ضد الحكومة السودانية، ودعم احتلال أفغانستان، وحصار الحكومة السعودية للحركات الإسلامية في كل مكان. السبب الثاني أن النظام يريد إيقاف عجلة الربيع العربي خوفا من أن تنتقل العدوى لشعب الحرمين، وخوفا أن تكون الحكومات الثورية الجديدة داعمة لثورة الحرمين. وشاهد ذلك الدليل عليه يعني أن النظام استضاف بن علي ووقف مع مبارك قبل أن يسقط، ورفض الاعتراف بالحكومة الليبية بعد الثورة، وقضى على ثورة اليمن، وتآمر لإفشال المجاهدين في سوريا. ولهذا فقد كان الاندفاع الهائل للنظام السعودي مع انقلاب السيسي يعكس الموقف الطبيعي لآل سعود، ما في غرابة، لكنه فضح المستور من السياسة الخارجية السرية الخبيثة. خلاصة الكلام أن هذا الموقف من قبل النظام السعودي طبيعي ومنسجم مع سياسته، والجديد فيه هو الإعلان عنه والافتخار فيه والترويج له عالميا. أمام هذه المعطيات يسهل وصف النظام السعودي بأنه عدو للدين وعدو لتوجهات شعبه وعدو للعدالة والحرية والكرامة وخادم لقوى الطغيان في العالم. الأخطر من ذلك أن هذا الموقف جعل مقدرات ماذا استفادت مصر من دعم آل سعود؟ استفادت من التالي: أن مقدرات بلد الحرمين المادية والسياسية والدينية والاستراتيجية والإعلامية كلها في خدمة قوى الطغيان علنا بعد أن كانت في خدمتهم سرا. وكل من يزعم بناء على ذلك، فكل من يزعم الغيرة على الدين والأمة لن يكون صادقا في زعمه ما لم يتحرك فورا بسعي حثيث لإيقاف هذا التصرف بمقدرات بلادنا لخدمة الطغيان. بل العكس، بل المفروض يحصل العكس، بل عليه واجب شرعي ومسؤولية تاريخية أن يسعى لقلب الوضع حتى تكون المقدرات، هذه المقدرات مقدرات البلد الاستراتيجية لخدمة قضايا العدل والكرامة وتمكين الدين ومحاربة الطغاة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتغيير النظام، إلا بتغيير سياسي شامل في بلاد الحرمين يزاح فيه نظام الامتلاك المحارب للدين، ويحل محله نظام يمثل ضمير الأمة ووجدانها، ضمير الأمة الإسلام، وجدانها وجدان العدل والكرامة والحرية. ونجاح التغيير في بلاد الحرمين سوف يكون مفصليا في التغيير في العالم العربي، وينصر إخواننا في مصر وسوريا وتونس واليمن، ويبعث التغيير في بقية البلدان. هذا ملخص ما قلناه في الجلسات
الماضية. لماذا لا تزال الجزيرة متحفظة على السعودية؟ ما لا تزال الحكومة السعودية خطر بالنسبة لهم، هم كسروا الخطوط الحمراء أمام كل الدول، حتى أمريكا ما عندهم مشكلة، لكن الحكومة السعودية ما أدري يعني لا يزالون حذرين. مرة واحدة بس سووا سوداء اليمامة وعقبها توقفوا. يتهمون الاخوان بالتفكير، وعلي جمعه يكفر المعارضين للانقلاب ويدعو الى قتلهم. هذه علي جمعه اللي هو المفتي السابق افتى بقتل الاخوان بدون تردد، حتى لو يعني ما يحتاج يؤتى به ويحاكم، لا اقتله بالشارع والعياذ بالله. والفوزان والحيدان تسابقوا، كل واحد يقول كلام اشد عن الاخوان. لا ما الفوزان والحيدان ما مدح الاخوان، يعني يمكن 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 الشيخ بن باز وابن عثيمين واخرين يعني قالوا كلاما فيه شيء من التوازن تجاه الاخوان، لكن الفوزان الحيدان ما قد امتح الاخوان. يعني احنا يعني يقول لا مصداقية ولا حرفية لقناة الجزيرة لأنها لم تعد أي شيء يفضح مخططاتها الأسود. ما يخالف ما دام قدموا هذه الخدمة للثورة في مصر وخدموا الثورة في سوريا وثورة في تونس، كثر خيرهم. يعني إن شاء الله في لما تجي المرحلة أننا نتحرك الشارع في بلادنا ويسكتون، حينئذ سنلومهم لوما شديدا. أما الآن نسكت عنهم لأنهم يخدمون القضية المصرية والقضية السورية وغيرها. السعودية ليس لها سياسة خارجية مستقلة تتبع سياسة أمريكية، صحيح، لكن لها سياسة إضافة لاتباعها السياسة، لها سياسة كذلك مستقلة فيما يخص خدمة بقائها في الحكم. يعني هناك أمور إضافية يعني أشد حماسا من الأمريكان في تحجيم. يعني الأمريكان ما كانوا منتبهين إلى أن ظهور دولة قائمة على إسلام سني شكل خطر عليهم هم كذلك، مو بس خطر على السعوديين. السعوديين كانوا منتبهين لهذه القضية قبل الأمريكان. الأمريكان كذلك ما كانوا منتبهين لخطورة الحركات الإسلامية في كل مكان. فالسعوديين السعوديون حريصون على احتواء هذه الحركات الإسلامية. هذا الكلام يعني كيف نرد على المشايخ؟ العلماء المشايخ الذين هاجموا الاخوان ما يحتاج ترد عليهم، يعني لانه ليسوا في المقام من يحتاج ان يرد عليهم. ما دام الشيخ يقول كلام ليس له لا يوجد اي مجال لان يستدل فيه بالايه والحديث ويضعها في سياقها الصحيح، ما له قيمه كلام. هذا كلام مرسل، يعني كلام كانه مشايخ الطوائف الاخرى التي لا تؤمن بالدليل. هم يدعون انهم أمة الدليل وسلفيون ولا يقولون قال الله قال الرسول، ويلتزمون بمنهج الصحابة في تنزيله على الوقائع، وإذا به لا هو الذي يستخدم قال الله قال الرسول ولا هو الذي يستخدم منهج الصحابة. كما ذكرت عدة مرات في من أجل خدمة الحاكم مستعدون يكونون معتزلة، يقدمون العقل على النقل والمصلحة على النص.
مستعدون يمارسوا ممارسة المرجئة إذا تعاملوا مع الحاكم أو من مع الحاكم. يعني الإنسان يقترف الكفر البواح ويعادي الإسلام ويحارب الإسلام بطريقة شبه علنية، وهو لا يكتفي بأن يتحاشى تفسيق أو تبديع أو تكفير، لا، بل يزكيه ويجعله من أفضل الحكام والعلماء في التاريخ. يعني أنت عندك ابن سعود وقف مع ما يجري في مصر، يستمر ابن سعود حاكم واجب الطاعة، وقد قدم الإسلام ما لم يقدمه غيره، فهو مرجئ مع النظام، بل مبالغ في الإرجاء، وهو خارجي. يمارسون عقيدة الخوارج، يكفرون من يخالف النظام حتى لو كان من أفضل أهل الأرض، من أفضل الجماعات ومن أفضل التيارات العاملة في هذا، يعني على يعني كمثال أهل الجهاد، ويفسقون ويبدعون، يسمونهم خوارج، يسمونهم مثيرين فتنة، يسمونهم إلى آخره. ما لا يبدو قبيحا ولا فاسقا ولا مبتدعا ولا كافرا إلا من يخالف النظام. تعال يلا اسألهم عن العلمانيين اللي مع النظام، اللي يعملون مع النظام، العلمانيون الذين يصرحون بعلمانيتهم أو يديرون مشروع العلمانية، ما يقول عنه ولا كلمة. لماذا؟ لأنه لا يفتي من أجل الله والعياذ بالله، لا يفتي من أجل النظام. ثم هم حتى في القضايا الحساسة، حتى مع التيارات أو الطوائف الحساسة، مثل الطوائف الشيعية التي تؤمن بالإمامة، هذه الطوائف آمنت بإمامة صحابة وتابعين وأتباع تابعين وناس من قرون سابقة فيهم خير عظيم. يعني صحابة، ما اشتبه أكثر، يعني ثلاثة من الصحابة من الأئمة، ثلاثة من الصحابة الذين عند الشيعة، علي والحسن والحسين، ثلاثة من الصحابة، وعلي بن الحسين من التابعين، ومحمد بن علي بن الحسين كذلك محسوب من التابعين، اثنين من التابعين وثلاثة من الصحابة. طيب ابن سعود، يعني هذول آمنوا بعصمة الأئمة، ابن سعود آمن بعصمة مشايخنا، آمنوا بعصمة ابن سعود، لا هو يعني مو بس ما هو صحابي ولا تابعي، ولا حتى يصلح أن يكون رجل صالح أصلا، حتى فضلا عن أن يكون معصوما. وكما ذكرت لكم نصوا عليها نصا، الشيخ بن منيع نص عليها نصا. ثم هم كذلك يمارسون ممارسات باطنية. إذا سألته وحاصرته وقلت له هذا التصرف تصرف كفر، هذا التصرف تصرف عداء للدين، قال لك والله نحن لا نعلم، لا قطعا لديهم من المبررات التي لا نفقهها ولا نفهمها ولا نستطيع إدراكها. هذا فكر باطني، يعني إذا كان الحاكم لديه من الأسرار التي لا يرشده لها إلا الله، معناها أننا كبشر عاديين لا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه الحاكم. فهم يمارسون طرق المعتزلة والشيعة والمرجئة والخوارج والباطنية، بل حتى غلاة الصوفية الذين يقولون يعني أن هؤلاء سقطت عنهم، من يصل إلى مستوى معين سقطت عنه الواجبات أو لا يحاسب على ما يفعل. هذه يعني يكادون يتعاملون مع آل سعود بنفس الطريقة. آل سعود يعني لا يجوز انتقادهم، ولا يجوز أصلا السؤال أنهم أدوا الواجبات ولا ما أدوا الواجبات، أو اقترفوا المعاصي ولا ما اقترفوا المعاصي، ما يجوز. خلاص هم إحسان الظن بهم في الأصل يلزمنا أن ننظر لهم نظرة لا تخطر في بالنا انتقادهم. وين السلفية؟ طيب وين السلفية؟ إذا كانوا يمارسون ممارسة المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والباطنية والصوفية وغلاة الصوفية، أين السلفية في هذا الكلام؟ بشار الأسد أول من فرح بسقوط الإسلام السياسي في مصر. نعم، مع ابن سعود، لا مو أول، هو ثاني بعد ابن سعود، وفي هذا السياق يتفق مع ابن سعود. هناك هجوم شديد على أستاذ سيد قطب من قبل علماء السلاطين لأنه ممن ينظر بقضية الاعتداد بالهوية، قضية الثقة بالنفس، قضية الكرامة، قضية الحرية، قضية العدالة. ولو تقرؤون بعض مقالات سيد، لو قرأتها
غصبا عليك بعد قراءتها تصبح شخصا مختلفا في نظرتك لكرامتك ونظرتك لشخصيتك ونظرتك لهويتك وانتمائك. أنا ما هو ردك على عدم نزول الشارع اليوم؟ والله شوف أنا ما يعني أنا لا آمر ولا أنهى، أقول أي عمل جماعي فيه خير اخدموه، ولكن بالنسبة للتجمعات إذا لم تضمن، يعني هي تجربتنا نحن نعلم أن هناك عدد كبير بمئات الألوف أو ربما بالملايين يؤمن بفكرنا وطرحنا، لكن إذا لم تعلم أن هناك على الأقل 1000 ممن على قلب رجل واحد يكتمون السر ويتفاهمون في بعضهم ولديهم استعداد للذهاب دفعة واحدة، فلا تستعجل في التحرك. من نماذج المشايخ، طبعا هو لا شيخ ولا يحزنون، لكنه رفع من قبل الإعلام السعودي حتى أصبح يعني كأنه شيخ، حتى في القضاء كان عليه قضية كبيرة في القضاء، عيسى الغيث نموذج من المشايخ الذين يبرمجون بالريموت كنترول، يكتب يشوف بالذات هوى الدولة وين، يسبق هوى الدولة إلى ما يريدون والعياذ بالله. الآن بالتويتر يماشي اتجاه الدولة، ليس فقط الدولة بالذات خالد التويجري، يشوف ماذا يريد خالد التويجري يمشي معه. كتبت عنه اليوم ريم العاطف مقال جميل جدا، رسالتي إلى عيسى الغيث تنتقد موقفه من ما يجري في مصر. لماذا أصبح الناس يستشهدون يتسابقون استشهاد بما قال فلان وعلان من علماء الحرمين حين يريدون تزكية حركة إسلامية؟ طبعا هذا خطأ، صح كلامك، هو يقولك يعني وكأنهم ناطقون بسم الله، لا تجيب لي في خطأ يقع به الكثير. إذا بغى يدافع عن نفسه جاب لك كلام لابن باز ولا كلام العثيمين، طيب إذا جبت كلام لابن باز ينصر قضيتك، بيجيبون لك كلام ابن باز ثاني يضر قضيتك. بن باز وابن عثيمين وكذلك مشايخ يذكر العلماء كلام كثير يضر القضية، فأحسن لك أنت لا تفتح هذا الباب، يعني لا تجعل القضية متروكة لبن باز بن عثيمين أو فوزان ولا الحيدان وغيره، أنت تجعل القضية متروكة لقال الله قال الرسول للدليل الشرعي، لا تحتكم إلى فتاوى إلا إذا كانت هذه الفتاوى فعلا هي نفسها مؤصلة بتأصيل عميق ليس فيه ثغرات. قضية مصر أشغلت الناس عن اليمن وعن سوريا وعن يعني المذبحة اللي صارت أمس، لولا أنها ضخمة لما التفت الناس إليها، يعني مذابح مستمرة في سوريا ومقاتل عظيمة الناس انشغلوا في مصر. عادي يا جماعة عادي، أنت لا تستطيع تمنع الناس أن يلتفتوا إلى قضية كقضية، لا إشكال أن قضية مصر تحت يعني في هذه المرحلة أولوية تحتاج إلى اهتمام، فنحن لكن هذا لا يعني أننا نضع كل ثقلنا من كمسلمين ولا كعرب في مصر، لابد أن نستمر الاهتمام بسوريا ويستمر الاهتمام بمصر ويستمر الاهتمام في كل مكان آخر بقدر ما لدينا من كوادر. إنما الاهتمام العام الإعلامي العام لا عادي أنه يجذب الانتباه، لا تتضايقون.
لدينا مشاركة أخرى بس نصبر شوي. مقال ريما العاطف تجدونه في حسابها في تويتر أو اكتب في الجوجل بس ريما العاطف عيسى الغيث، ريم آل عاطف عيسى الغيث، يطلع لك المقال. هل تبنت الحكومة السعودية الإخوان؟ لا، الحكومة السعودية ما تبنت الإخوان في 90 أيام ناصر، لكنه لأنها كانت موقف مواجهة مع جماعة عبد الناصر خاصة في حرب اليمن، وكان عبد الناصر يقمع الإخوان، والإخوان في تلك الفترة ما كانوا يشكلون خطرا عالميا، يعني رسالتهم ليست في تلك الفترة عالمية تشكل خطر عالمي لا على بسعود ولا غيره، فكان عادي أن مسعود يستضيفهم كلاجئين سياسيين بشرط أن يبقى في البلد بلا رسالة عالمية، وفعلا جو البلد هو فقط من باب الاحتماء، يعني ما كانوا يمارسون أي نشاط لا تجاه مصر ولا تجاه غير مصر. فكان الحكومة السعودية سمحت لهم باللجوء لم يكن تبني لفكر الإخوان ولم يكن دفاع الإخوان. حتى في تلك الفترة حينما سمح لبعض التجار وبعض المسؤولين بالاهتمام بكتب سيد قطب، نفس الشيء كان نكاية بالحكومة المصرية، لم يكن إعجابا بطرح سيد قطب، بالعكس المشايخ كان لهم تحفظ على بعض كتابات سيد قطب. لم تتكلم عن سياسة آل سعود في التعامل مع القضية الحوثية، تكلمت سابقا أيام الحرب، ولكن لا بأس أن نعود إليها. الآن السياسة السعودية سياسة حمقاء قوية جدا في اليمن، بالعكس يعني تبني أو تؤسس لتدمير اليمن وتدميرنا نحن اليمن. تفضل يا عبد اللطيف. عبد اللطيف تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل أنت على الهواء. أنا على الهواء، شكرا. أريد أن أقول أن الوضع في مصر وضع بيؤدي إلى كارثة. أنا أرى أن الجيش يقتل المسلمين، يقتل المسلمين بشكل بدم بارد، سيؤدي بالأمة الإسلامية إلى منعطف خطير. لقد تمزق قلبي وأنا أرى المسلمين يقتلون بدم بارد والعالم ينظر. نعم، خلينا نعيد اتصال غدا إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد اللطيف وبارك الله فيك. نعم، يعني هذا المنظر، هذا القتل نحن في بلادنا مساهمون فيه، وليس فقط النظام، حتى الشعب. وكلما ارتفعت مسؤولية الإنسان، كلما الإنسان صار مثقف ولا مشهور ولا عالم، كلما ازداد نصيبه في المسؤولية من هذا القتل. أنت تتحمل مسؤولية شئت أم أبيت، تتحمل جزء، لأنه من الواجب عليك أن تلزم هذا النظام بكيف ينظر أو كيف تعامل مع قضايا المسلمين. ما دمت لم تمنع النظام فأنت تتحمل جزء من المسؤولية حتى لو كانت صغيرة. نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.